والجان وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا الدين والإيمان وما تبعهم إلى يوم الحساب بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيا صاحب السعادة رئيس الحفلة الشيخ المحترم المكرم عبد السلام تلقدر حفيده الله بارك الله في حياته، أولا، ومديرها الماهر، وإخواتي الحاضرين، أولا أهنيكم تهنية مباركة بقدومكم الميمون. الآن أقدم أمامكم خطبة وجيزة عن القتال في سبيل الله وأهميته. أيها المستمعون الكرام، القتال في سبيل الله عبادة أهمية، والجهاد فريضة على كل مسلم لدفع الظلم والفتنة ولإقامة الدين المبين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أيها الأحباء في الله، الجهاد مفتاح السلامة للمسلمين وأمان للمظلومين، فينبغي للمظلومين أن يقاتلوا على الظالمين لأقامة الأمن والسلامة والإنجاء الناس من جور الجائرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا ونصيرا. أحبابي في الله، اليوم أن اليهود والنصارى يكيدون أن يأخذوا قبلتنا الأولى المسجد الأقصى، فواجب علينا أن نحافظ قبلتنا الأولى بالقتال في سبيل الله. أيها الأحباب، أهمية الجهاد وفضيلته كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية، كما قال الله القادر الجبار: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالآخر، لأسأل الله التوفيق للقتال في سبيل الله. جزاكم الله أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.